بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مع حضرتكم مستر مصطفى محمود، مدرس اللغة الإنجليزية معهد أحمد عراب الابتدائي. إن شاء الله حضرتكم هنبدأ مع بعض النهاردة مراجعة اللغة الإنجليزية للصف الأول الابتدائي الترم الأول إن شاء الله. لو بصينا مع بعض حضراتكم النهاردة هنبتدي في يونيت 1 الوحدة الأولى بعنوان هلو أهلا. زي ما احنا شايفين قدامنا في بيج نمبر 1 في الصفحة الأولى في شوية ستيبس هنمشي عليهم، شوية خطوات. أول حاجة بنتناقش مع بعض في المين فوكاب، المين فوكاب اللي هي المعاني الرئيسية. بعد كده في جزئية الجرامر اللي هي القواعد النحوية. بعد كده الثيرد ستيب اللي هي الخطوة الثالثة اللي هي خطوة الفوناتكس الصوتيات. وبعد كده زي ما احنا شايفين الاكسرسايزز اللي هي التدريبات. هنمشي مع بعض واحدة واحدة. بالنسبة لأول خطوة عندنا المين فوكاب، هنقرأ مع بعض واحدة واحدة. هلو هلو أهلا، مس مس أستاذة، مستر مستر أستاذ، شيك هانز شيك هانز يتصافح باليد، جود باي جود باي إلى اللقاء، بيزي بي بيزي بي النحلة المجهولة، open open يفتح، close close يغلق، bag bag حقيبة، book book كتاب. ده بالنسبة للمين فوكاب بتاع يونت 1 اللي هي بعنوان هلو. بعد كده نبتدي نشوف الجرامر بتاعنا. الجرامر بتاعنا هنا بيدربني على السبجكت بروناون، subject pronouns اللي ضمائر الفاعل. وأول ضمير عندنا النهاردة بنعلمه للطفل بتاعنا how to talk about himself، إزاي يتكلم عن نفسه. طبعا الكلام ده باستخدام كلمة I I I يعني أنا، وبيجي معها من verb to be كلمة am. وزي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي I am، وليها abbreviation اختصار اللي هو I apostrophe M. لما اجي اتكلم عن نفسي زي ما احنا شايفين الاكزامبلز I am هنا، I am أميرة، I am هاني، I am ميس منى. ده الجرامر الاساسي بتاعنا. لكن نبتدي نعلم الطفل بتاعنا زي ما احنا شايفين دلوقتي to ask about the name، عشان تسأل عن الاسم. وده المهم بالنسبة لنا، ما نتعودش ان احنا نعود الطفل بتاعنا على جرامر حفظه وخلاص. لا، لازم أن يبقى ماشي بطريقة الحفظ وطريقة الأورال الشفوي وطريقة الأندرستاندينج اللي هو الفهم. تمام، بنبتدي ندربه على السؤال زي ما احنا شايفين دلوقتي What's your name؟ What's your name؟ يرد علينا الطفل بتاعنا Hello I am أحمد، Hello I am هبة، حسب اسمه. ودوت اللي احنا بنستخدمه معاه at home على طول في البيت، بحيث ان هو يتدرب على الكلام دوت كتير. ده بالنسبة للجزئية بتاعت الجرامر. بعد كده نخش على الجزئية اللي بعديها، جزئية الفوناتكس، الفوناتكس الصوتيات. طب ايه اهميتها بالنسبة لنا جزئية الفوناتكس؟ جزئية الفوناتكس بالنسبة لنا بتدربني على مخارج الحروف، how to pronounce the letters، ازاي تنطق الحروف. لو بصينا مع بعض هنا بيدربني على حرف البي، البي ننطقها كأنها مش موجودة أصلا، ب ب ب خفيفة جدا زي باج باج، بلو بلو، بص بص، بن بن، بوك بوك، بي بي، باج حقيبة، بلو أزرق، بص أوتوبيس، بن سلة القمامة، بوك كتاب، بي نحلة. وبكده يبقى احنا خلصنا جزئية اللي هي الجرامر، الفوناتكس، المين فوكابلري اللي هي المعاني الرئيسية. وطبعا ده كله بالنسبة لنا ما بيثبتش في ذهن الطفل إلا باستخدام الاكسرسايزز. بس قبل ما نخش على الاكسرسايزز، في جزئية الاكسبريشنز التعبيرات. التعبيرات ديت مهمة جدا بالنسبة لنا، لأن الطفل بيبتدي يستوعب البيئة اللي حواليه. يعني لما بيكون in the class في الفصل، المس أو المستر بتأمره open your bag افتح الشنطة، close your bag اقفل الشنطة، open your book افتح كتابك، close your book اقفل كتابك. دي عبارة عن instructions تعليمات بياخدها من التيتشرز بتوعه in the school at school، وبيبتدي يتدرب عليها واحدة واحدة.
بعد كده بنبتدي ندربه ازاي يتكلم على الاشياء اللي حواليه، زي الباك، زي البوك، زي البي، زي البن. ده كله طبعا حاجات غير عاقل بالنسبة لنا، مش بني آدم. عشان كده هنلاحظ ان الجمل بتاعتنا بتبتدي بكلمة it. It's my bag. It's my bag يعني هذه حقيبتي. It's my book. هذا كتابي. It's a bee. هذه نحلة. It's a bin. هذه سلة القمامة. ده بالنسبة لجزئية مهمة عندنا اللي هي الايه؟ السنتنس اللي هي الجمل. بعد كده هناخد نوتس بسيطة، نوتس بسيطة، ملحوظة بسيطة. دايما كلمة يور لما بتقابلني في كويشن، في السؤال، بيبقى الرد عليها لازما تتحول لكلمة ماي، وليها تحويل تاني بس بالنسبة للطفل في السن بتاعنا في سنة أولى. يور بتتحول لكلمة ماي، زي كلمة واتس يور نيم. واتس يور نيم احنا كنا بنقول اي ام، هنا برضو ليها رد تاني بيقول لي ماي نيم از علي. يبقى انا كده اعود الطفل بتاعي ان هو بتتدرب على كذا حاجه بحيث ان هو في اي موقف يقدر يتصرف. هنا بيقول لي واتس يور نيم، انت اسمك ايه؟ يبقى انا عندي حلين، ممكن اقول له اي ام علي، وممكن اقول له ماي نيم از علي. بعد كده بيدربني على ازاي تشاور على الاشياء اللي حوالينا. احنا قبل كده كنا بنقول اتس ماي باك، اتس ماي بوك، اتس ابي، اتس ابن. وفي طريقه تانية باستخدام كلمه ذس از، يبقى انا ينفع اقول ذس از ماي باك، ذس از ماي بوك، ذس از ابي، ذس از ابن، ذس از تيبل، ذس از ماي بنسل، ذس از ماي بن. بستخدمها لما باجي اشاور على الحاجات اللي حواليا. Now relax. Relax اهدى شوية، نستريح شوية، بحيث ان احنا نبتدي ناخد الجزئية المهمة، جزئية الاكسرسايزز. بالنسبة لجزئية الاكسرسايزز زي ما احنا شايفين دلوقتي، دي اهم جزئية عندنا. ليه؟ لان احنا بالنسبة لنا الطفل دوت حاجة لسه كده جديدة، لسه بيتعود على حاجة معينة، فما كناش احنا نثبته بالاكسرسايزز ديت يبقى احنا كده ما عملناش اي حاجة خالص. يبقى احنا المطلوب مننا ان احنا نفهم الطفل بتاعنا مرة، اتنين، تلاتة، بعد كده نبتدي نثبت المعلومة بتاعتنا بالاكسرسايزز زي ما احنا شايفين. يعني عندنا في نمبر 1 اكسرسايز 1 ري ارينج عبارة عن ترتيب. الترتيب ده بيجي لنا نوعين منه، نوعين كويشن سؤال، لا اما سنتنس جملة عادية. ده كله بيعتمد على ايه؟ على الكلام اللي احنا سائلينه. يعني احنا لو بصينا مع بعض في نمبر 1 what your is name، هو الطفل اوريدي خلاص اتعلم what's your name، what is your name، يبقى اوريدي على طول لو انا اديته اكسرسايز زي دوت هيبتدي تحتيها يقول لي what is your name. نمبر 2 كاتب لي name my is علي، برضو اوريدي الطفل اتعلم، لاما اقول I am علي، لاما اقول my name اسمي is علي، اسمي يكون علي، يبقى كده اوريدي على طول هيقول my name is علي. ده الاكسرسايز اللي هو نمبر 1 ريارينج. بعد كده اكسرسايز 2 عبارة عن supply the missing parts، اكمل الاجزاء الناقصة. what book علي this my، طب ده مستر بالنسبة لنا ايه اهميته؟ اهميته برضو بيثبت المعلومة في دماغنا، دي حاجة. الحاجة التانية بيدربني على ان انا اقدر اكمل اجزاء مختلفة في كل جملة او في كل سؤال. يعني احنا لو بصينا في نمبر 1 it's not bag، bag حقيبة. طب ما انا لو قلت it's a bag خلاص، طب هنا مفيش a، يبقى في حاجة تعوضني اللي هي كلمة my، يبقى it's my bag، هذه حقيبتي. my name is، انا اسمي كذا، يبقى مطلوب مني ان انا اذكر الاسم اللي موجود. لو بصيت فوق الاقي الاسم اللي موجود هو اسم علي، يبقى my name is علي، وهكذا. نمبر 3 ده بيبقى اكسرسايز بسيط قوي اللي هو عبارة عن ماتش توصيل. ده بيدربني على قراءة الكلمات، ازاي الطفل بتاعي خلاص استوعب الكلمة ولا لا. طب انا اقدر اوصلها له ازاي؟ احنا اول حرف عندنا البي وبعد كده الا، يبقى المطلوب ان انا اقول ايه؟ با با با، وكمل الجي تبقى باج. بعد كده عندنا بي باص، طبعا الطفل هو اللي بينطق لوحده، يبتدي يشوف الشكل اللي مطلوب منه ويعمل ماتش ما بينهم. اكسرسايز 4 اللي هو رايت ذا ميسنج ليتر،
اكتب الحرف الناقص. طب ده بالنسبة لنا يا مستر ايه اهميته؟ اهميته ان هو بيركز شكل الكلمة في دماغ الطفل نفسه، بيعمل عملية ميمورايزيشن، تذكرة. انا اعرف ان البي بعديها اه تبقى با، يبقى هنا حرف الايه، يبقى باج. نحلة يعني بي بي، طب ما الاي موجودة يبقى في اي تانية لان احنا بنمد شوية، يبقى بي، يبقى النايس هنا الاي، يبقى هنا بيدربني على نطق الكلمة اولا، ثانيا بيدربني على شكل الكلمة، بتعمل تثبيت في طفل في دماغ الطفل. وبكده يبقى احنا خلصنا الريفيجن بتاعت يونت 1 اللي هي التايتل بتاعها هلو، وان شاء الله استنونا في المراجعات التانية في اليونتس التانية. وبرضو زي ما احنا اتفقنا مع حضراتكم ان احنا بنعمل الريفيجنز اللي هي المراجعات ديت، وفي برضو كورس الفوناتكس اللي هو الصوتيات بينزل على الجروب بتاعنا برضو، بحيث ان احنا نمشي في الطريقين اللي احنا اتفقنا عليهم، ان احنا نراجع المنهج بتاعنا وفي نفس الوقت بنعمل تأسيس مع الطفل نفسه في البيت. وشكرا على حسن استماعكم، واستنونا ان شاء الله في الفيديوهات القادمة بأمر الله. شكرا لحضراتكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، معكم مستر مصطفى محمود، وان شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض جريد 1 الصف الاول فيرست تيرم الترم الاول يونت 2 الوحدة التانية. التايتل بتاعها، العنوان بتاعها This is me، هذا انا. زي ما احنا شايفين قدامنا الستيبس اللي احنا نمشي عليها، الخطوات بتاعتنا، المين فوكابلوري، مين فوكابلوري المعاني الرئيسية، جرامر قواعد النحوية، فوناتكس صوتيات، اكسرسايزز اللي هي التدريبات. دي المين ستيبس اللي احنا هنمشي عليها النهاردة ان شاء الله في يونيت 2. عندنا the first step، اول خطوة المين فوكابلوري المعاني الرئيسية، نوز انف، ماوث فم، ear أذن، eye عين، hand يد. بعد كده touch يلمس، well done أحسنت. ده كان المين فوكابلوري بتاعتنا. الاكسبريشنز التعبيرات اللي احنا بنستخدمها مع الأطفال بتاعتنا ببتدي أدربوا عليها طبعا في البيت، دي بتبقى حاجة أورال شفوية بحيث إنه يفهم الكلام اللي احنا بنقوله له، زي اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي touch your nose المس أنفك، يبقى الولد يبتدي يشاور على أنفه. touch your mouth يبتدي يلمس فمه. touch your ear المس أذنك. touch your eye المس عينيك. يبقى احنا نبتدي ندربه على إنه يسمع وينفذ الأوردرز اللي احنا بنقوله عليها، ولما ينفذ الاوردر بطريقه كويسه بنبتدي بقى نشجعه، نقول له well done احسنت. نستخدم الاكسرسايز ده كتير في البيت بحيث ان الطفل يبتدي يتعود على الليسننج الاستماع، ويبتدي يعمل اندرستاندنج فهم للايه، للسنتنس اللي بيتقال له، للجمله اللي بتتقال له. بعد كده الستيب نيكست ستيب، الخطوه التاليه اللي هي الستيب بتاعت الجرامر القواعد النحويه. النهاردة بيدربني ان الولد ازاي يعرف ان هو يشاور عن طريق كلمة this is بنستخدمها لما يجي يشاور على حاجة singular يعني مفرد، زي اللي احنا شايفينه دلوقتي this is my mouth. يبتدي الطفل نفسه يشاور على الحاجة اللي هو بيتكلم عليها، this is my ear هذه اذني، this is my hand هذه يدي، This is my eye هذه هي عيني، This is my nose هذه أنفي. يبقى هنا نبتدي نتدرب على كلمة This is، وياريت نخلي الطفل يشاور بنفسه وإحنا نساعده واحدة بحيث إنه يعرف يتدرب. بعد كده بتقابلني important point، نقطة مهمة، هي نقطة my. نبتدي ندرب الطفل إن لما تكون حاجة بتاعته هو يبتدي يستخدم مع كلمة my، زي my book كتابي، my family عائلتي، my country بلدي، my nose أنفي،
ماي سكول مدرستي، ونبتدي نديله سنتنس جملة يبتدي يتدرب ايه عليها زي الجمل اللي احنا خدناها فوق في الجرامر بتاعنا. النكست ستيب الخطوة التالية بتدربني على الفوناتكس، فوناتكس الصوتيات، واحنا اتفقنا ان احنا خدنا سلسلة بتتكلم على الفوناتكس، اللي ما كانش حاضر معنا من الاول ممكن يرجع لها تاني ويبتدي يتفرج على الفيديوز بتاعتها. النهاردة بيدربني على حرف الاتش وحرف الان. الاتش بتنطق ازاي؟ زي حرف اله بالظبط في اللغة العربية، ها ها، زي اللي قدامنا دلوقتي، ها هنا، ها هاني، ها هاند، ه هن، ه هت، هو هوت، ها هوت، هي هير. ده بالنسبة لحرف الاتش. بعد كده بالنسبة لحرف الان، ن زي حرف النون بالظبط في اللغة العربية، نو ها نا در نا ب نك نل نوت نوت نيل. ألاحظ ان حرف الان الصوت بتاعه بيطلع من our noses، من الانف بتاعتنا، ونبتدي نضرب التشايلد على الكلام دوت. برضو نخش على نقطة important مهمة تانية. هنا زي ما احنا شايفين بنبتدي نتدرب على الديلي روتين. الديلي روتين اللي هو الروتين اليومي بتاعنا، الحاجات اللي احنا بنعملها في البيت. ده برضو بيدرب ان هو بيقوي اللانجوج بتاعت الطفل، بيبتدي يتدرب على الحاجات اللي هو بيعملها. زي ما احنا شايفين، I clean انا انظف، I wash انا اغسل، I come انا اسرح، I brush انا انظف. ونكمل بعد كده، I clean my room انا انظف غرفتي، I wash my face انا بغسل وشي، I comb my hair انا بصرح شعري، I brush my teeth. طب احنا نضرب الطفل بتاعنا ازاي؟ نبتدي نتكلم معاه، يبقى قاعد معانا، وابتدينا اقوم بالاكسرسايز الاول. ابتدي افهمه، I clean my room واعمل نفسي ان انا بنظف الغرفة، I wash my face انا بغسل وشي، وامثل ان انا بغسل وشي. واحدة واحدة الطفل بيبتدي يتعود انه ينطق الجملة ويقول الحاجة اللي هو بيعملها. وادي النطق بتاع الكلمات بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها في الاكسرسايز دوت، clean clean ينظف، wash wash يغسل، come come ألاحظ ان البي مش بننطقها اصلا، بتبقى silent، يمشط يمشط شعره يعني يصرحه بالمشط، teeth teeth اسنان، face face وجه، صلد صلد السلطة. ودي كانت اخر جزئية عندنا في الاكسبلينينج في الشرح بتاع اليونت بتاعتنا. بعد كده نيجي على اللاست ستيب الخطوة الاخيرة، وزي ما اتفقنا ان دي بتبقى الامبورتنت ستيب، اهم خطوة عندنا، لان هي دي اللي بتثبت المعلومة بتاعتنا. هي جزئية الاكسرسايز التدريبات. اكسرسايز 1 التدريب الاول، look and write انظر واكتب. هنرسم فيس وش، ونبتدي نخلي البوي او الجيرل الواد والبنت يعملوا ايه؟ يبتدوا يكتبوا اسم الحاجة اللي احنا بنشاور عليها. ده الاكسرسايز الاولاني. اكسرسايز 2 سبلاي، كمل، بنكمل الحروف اللي ناقصة. زي ما احنا شايفين الرسمة هنا، مثلا في اول واحدة كتب لي كلمة ايه؟ نوز، يبقى اللي ناقص الاو والاي. والاكسرسايز دوت مهم، بيخلي الطفل دايما يتذكر شكل الكلمة. نبتدي نمشي واحدة واحدة مع أولادنا في البيت، ونبتدي نحل الاكسرسايز معاهم ونعمل مراجعة عليه. اكسرسايز 3 ريارينج، وده كله بيعتمد على الجرامر، وده مهم جدا بالنسبة لنا، لأن بيدربني على إزاي أبني جملة. بعد ما الولد بيبتدي يستخدم الجرامر بتاعه اللي هو this is، بعد ما يبتدي يتعلم الديلي روتين، الروتين اليومي بتاعه، يبتدي يرتب الجمل دي. يعني لو بصينا في نمبر 1 كاتب لي my this I is، هنا بيقول لي ابتدي بكلمة this، يبقى اقول ايه؟ this is. هيتفضل لي I و my، احنا اتفقنا ان my بتتحط قبل اسم الشيء، يبقى this is my I. نمبر 2 كاتب لي I my face wash، بيقول لي ابتدي بI، I ده عبارة عن subject pronoun، ضمير فاعل، يبقى هيجي بعديه على طول الفعل اللي هو بيعمله اللي هو ايه؟ برافو ووش،
يبقى I wash هيتفضل لي برضو face و my، يبقى هبتدي ب my وبعد كده face، يبقى الجملة كلها I wash my face. هنبتدي نكمل الاكسرسايز ونهتم بالاكسرسايز ده بالذات لانه بيدربني على ازاي ابني جملة، وطالما الطفل ما تعودش على الموضوع دوت من صغره مش هيقدر يكون او اي جملة بعد كده. Exercise 4 supply the missing words، اكمل الكلمات الناقصة. بالنسبة للإكسرسايز ده مستر، في ناس كتيرة بتقابلها مشكلة في جريد 4 وجريد 5 في الصف الرابع والخامس وجريد 6 الصف السادس، لان الإكسرسايز ده الطفل اصلا ما بيتدربش عليه من صغره، فنركز عليه جدا. الإكسرسايز ده بيدربني على حاجتين، على المينينج اوف ذا وورد معنى الكلمة، وتاني حاجة بيدربني على ريارينج في نفس الوقت ترتيب الجمل. فهو بالنسبة لنا exercise very 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 important. I wash my face، I أنا wash أغسل my milky face وجه. في number one بيقول لي I knot my hands. طب هنا يا مستر هختار على أساس إيه؟ زي ما قلنا بيضربني على الجرامر. I subject pronoun، يبقى محتاج الفعل اللي هو بيعمله. طب فين الفعل اللي موجود فوق؟ مفيش غير كلمة wash، يبقى I wash. بعد كده I come not here، طب I موجودة اللي هو subject، والcome موجودة اللي هو الverb، والhere موجودة اللي هو الobject المفعول بتاعي، يبقى اللي ناقص طبعا الhere ده بتاعي، يبقى لازم نستخدم كلمة ايه اللي بتتكلم عن الملكية، برافو، كلمة my، يبقى I come my here. وهو دوت الطريقة بتاعت الاكسرسايز دوت. اخر حاجة عبارة عن match برضو بيدربني على الجرامر وازاي ابني جملة، ودوت طبعا بيتبني بعد المراجعة على الجرامر اللي احنا خدناه. يعني مثلا اول واحدة بيقول لي this is، طب هنا يا مستر this is بنتكلم بيه على حاجة مفرد، طب ايه المفرد اللي موجود الناحية التانية؟ في حاجتين، في كلمة eye يعني عين، وكلمة mouth يعني فم. طب انا اختار على اساس ايه؟ هلاحظ ان قبل كلمة mouth كاتب لي is، يبقى انا مش هينفع اقول this is is، طبعا الكلام ده غلط، يبقى لازم انا اقول this is my eye. برافو كده، يبقى احنا خلصنا الاكسبليننج بتاعنا والاكسرسايزز، ويا ريت نهتم بنقطه الاكسرسايز كتير، ننقل في ورق خارجي وبعد كده نبتدي الطفل يحل الاكسرسايز ديت ونراجع عليه اكتر من مره، لان دوت بيثبت المعلومه عنده. وان شاء الله تكون المعلومه وصلت كويس، ويا ريت لو احنا استفدنا من الفيديو يا ريت نعمل لايك وشير ليه عشان غيرنا برضو يستفاد، وان شاء الله ما تنسوش دعواتكم لينا ان شاء الله، لان احنا محتاجين الدعوه دي كتير جدا اليومين دول، وربنا يعدي على خير على الدنيا كلها إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، معكم مستر مصطفى محمود، وإن شاء الله زي ما وعدناكم النهاردة السبت إن شاء الله هنكمل مع بعض حسب التايم تيبل بتاعنا، حسب الجدول بتاعنا. النهاردة جريد 1 وجريد 2 الصف الأول والصف الثاني. النهاردة إن شاء الله زي ما احنا شايفين هنكمل مع بعض جريد 1 الصف الأول يونت 3 الوحدة الثالثة. This is me، This is me، هذا أنا. والخطوات اللي احنا متعودين عليها الستيبس بتاعتنا. النهاردة هنتكلم مع بعض على البودي بارتس، بودي بارتس لأجزاء الجسم. Giving instructions نعطي الأوامر، إزاي ندي التعليمات لأولادنا. الفوناتكس صوتيات، بعد كده أهم نقطة عندنا الإكسرسايزز التدريبات. أول جزء عندنا زي ما احنا شايفين the first step أول خطوة body parts، body parts، body parts يعني أجزاء الجسم. هنبتدي نعلم الطفل بتاعنا الأجزاء بتاعت الجسم بتاعتنا إزاي. طبعا مستر هنوقفه قدامنا بطريقة الجيمز الألعاب، هنوقفه قدامنا ونبتدي نشاوله على حاجة حاجة في البادي بتاعنا زي ما احنا شايفين قدامنا. هير، هير شعر، أي، أي عين، إير، إير أذن، ماوث، ماوث فم، نوز، نوز أنف، وعندنا الوش كله على بعض اسمه فيس، فيس ده الجزء اللي فوق. بعد كده نبتدي شوية شوية على الجزء اللي بعديه arm، arm ذراع، hand، hand يد، finger، finger إصبع اليد.
لج لج رجل ني ني ركبة. وديت القاعدة بتاعت الكي ان زي ما احنا قلناها قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت، ان اي كلمة اولها كي ان الكي بتبقى سايلنت. فوت فوت قدم، القدمين مع بعض فيت فيت، وطبعا ده الجمع شاذ. بعد كده اصبع القدم اللي هو تو. يبقى نبتدي نعلم الطفل واحدة واحدة. طبعا بالنسبة لنا في سنة أولى مطلوب مننا الجزء اللي فوق بس اللي هو اي هير اير ماوث نوز. طبعا احنا بنكمل البودي بارتس بحيث يبقى المعلومات العامة عنده كاملة. بعد البودي بارتس زي ما احنا شفنا نبتدي نخش على جزئية الجرامر البسيطة اللي احنا بنتعلمها عندنا هنا. لما نيجي نتكلم على الحاجات اللي في جسمنا بقول this is my أو these are my. this is للسنجولر للمفرد، these are للجمع. وممكن نستخدم معه برضو I have، وI have بتيجي مع الاثنين زي اللي أنا بتكلم عنه singular or plural. for example على سبيل المثال this is my face، this is my face هذا وجهي. these are my hands، these are my hands هذه هي يدي. I have one nose، I have one nose أنا عندي أنف واحدة. I have two eyes، I have two eyes أنا عندي عينين. طب الجمل دي بنستخدمها إمتى يا مستر؟ بعد ما بندرب الطفل بتاعنا على البودي بارتس الأول ويحفظ الأجزاء الجسم كويس، يبتدي بعد كده نخش على الجزئية دي بالأورال الشفوي الأول، وبعد كده واحدة واحدة هو بيتعود يتكلم على السنجولر ازاي والبلورال ازاي. بعد كده نخش على الثيرد ستيب، الخطوه الثالثه اللي هي جيفينج انستراكشنز. زي ما احنا متعودين النهارده بيتكلم على البودي بارتس اجزاء الجسم، يبقى ابتدي اقول للطفل بتاعي تاتش تاتش تاتش، يعني المس. تاتش يور هير، المس شعرك. تاتش يور اي، المس عينيك. تاتش يور نوز، المس انفك. touch your ear، المس ودانك. touch your mouth، المس فمك. بعد ما بيأدي اللي احنا بنطلبه منه بنقول له في الاخر well done. well done يعني احسنت. يبقى انا هاخدها تدريجي كده، اول حاجة اعرفه البادي بارتس اجزاء الجسم، بعد كده ابتدي اعرفه ازاي يتكلم عنها this is my او these are my، بعد كده ببتدي اديله instructions تعليمات يمشي عليها زي ما احنا شايفين قدامنا. ده كله بيثبت المعلومة عنده في دماغه على البادي بارتس. بعد ما يخلص تمام تمام يبقى اقول له well done. بعد كده الفورث ستيب، الخطوة الرابعة، بتتكلم عن الفوناتكس. الفوناتكس طبعا زي ما قلنا دي النقطة المهمة عندنا، ان هي بتدربني على مخارج الحروف. النهاردة بيدربني على حرفين، اول حرف عندنا الاتش اللي احنا بننطقه ها ها زي ها هاند، ها هات، هي هير، ها هاني. هاند طبعا احنا عرفناها اللي هي يد، هات اللي الطاقية، هير اللي هو الشعر. بعد كده حرف الان اللي احنا بنطلع منين؟ من النوز، من الانف. الصوت بيطلع من جوه ن ن نو نوز نوز للانف. ن ن نط اللي هو السوداني. ن ن نك للرقبة. ن ن ندى اللي هي بنت اسمها ايه؟ ندى. يبقى احنا عندنا حرف الاتش ننطقه هاند هات هير هاني. الان ننطقه ن نوز نط نك ندى. ودي كانت اخر جزئيه عندنا، جزئيه الفوناتكس. بعد كده نخش على الاكسرسايزز، التدريبات. اول اكسرسايز عندنا بيقول لي لوك اند رايت، انظر واكتب. ده بياكد علينا طبعا اجزاء الجسم المطلوب مننا ان احنا نرسم رسمه ديت في اي ورقه خارجيه، والطفل بتاعنا يبتدي يبص على الشكل اللي قدامه ويكتب معاني الكلمات زي كلمه هير اير اي نوز ماوث، بالتالي بتثبت المعلومه عنده. ده اكسرسايز 1. اكسرسايز 2 عباره عن سبلاي رايت ذا ميسنج ليترز، اكتب الحروف الناقصه. زي ما احنا شايفين هو طبعا بعد ما بيتدرب على الكلمات رايتنج كتابه
يبتدي يشوف الليترز اللي ناقصه عندنا ويبتدي يكملها واحده واحده. ودوت زي ما قلنا بيثبت شكل الكلمه في دماغنا بالحروف الايه الناقصه، زي كلمه هي هير الاي والاي، زي كلمه اي الواي والاي، ونكمل الاكسرسايز بنفس الطريقه. بعد كده الماتش ده بيدربني على القراءه الريدنج، ازاي اوصل الكلمه بشكلها، زي كلمه اي اي اللي هي العين اوصلها بالعين، زي كلمه هير هير اللي هو الشعر يبقى نوصلها بالشعر. ده بيدربني على قراءه الكلمات، بينمي المعلومه عند الطفل وبيثبتها كويس جدا. بعد كده الاكسرسايز المهم بالنسبه لنا قوي 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 في السن ده هو ري ارينج الترتيب، وده بيثبت معلومه الجرامر. يعني احنا لو بصينا في نمبر 1 بيقول لي this my is I، هبتدي بكلمة ايه this، و this مرتبطة بكلمة ايه is، يبقى خلاص الطفل عرف خلاص already this is. بعد كده يتفضل لي my I، ونبتدي نعرفه زي ما احنا قلنا قبل كده ان كلمة my بتتحط قبل الحاجة لما تكون بتاعتي، my I my hair my book my school my mother، يبقى انا كده هبتدي اثبت معلومه الجرامر في دماغنا. طب دي برضو اهميتها بالنسبه لنا في ايه؟ لان احنا في السن الصغير دوت طبعا ناس كتيره بتعتمد على حفظ الكلمات فقط لا غير، ويجي بعد كده لما الطفل يبتدي يكبر بتقابله مشكله. ايه المشكله؟ ان هو ما بيعرفش يرتب جمله اصلا. يبقى احنا لازم نعود طفلنا من صغره على ازاي يكون جمله، ازاي يرتبها بناء على الفوكاب اللي هو اتعلمه مع الكلمات، وبالتالي المعلومة هتبقى سهلة بالنسبة له جدا بعد ما يكبر. ده طبعا بيغيب عن ناس كتير ان هي تعمل كده. وبرضو نفس الكلام في اكسرسايز 5 التدريب الخامس، ده مهم جدا. دلوقتي بنلاقي عندنا طفل في سنة 5 في سنة 6 لما يجي الاكسرسايز بتاع السبلاي كمل ما بيقدرش يكمل. ليه ما بيقدرش يكمل؟ لانه هو اصلا ما تعودش على الاكسرسايز ده من صغره، هو كل اللي متعود عليه ان هو يحفظ كلماته وخلاص. لا، يبقى ابتدي برضو ادرب الطفل في السن دوت، لان مهمه جدا. كل ما الطفل يبقى سنه اصغر كل ما المعلومه تثبت بطريقه اصح واحسن. فور اكزامبل زي ما احنا شايفين جايب لي ذس وذيس وهاف ويور واز وار. خلاص هو الطفل ابتدى يتعلم، هيلاقي عندي كلمة اي في الأول، طب ما ينفعش أقول اي ذس، ما ينفعش أقول اي ذيس لأن ذس وذيس بنبتدي بيهم، ما ينفعش أحط كلمة يور لأن يور ديت لازم تيجي بعديها حاجة بتاعتك أنت، يور اي يور هاندز يور ماوث. از ما تنفعش مع اي، ار ما تنفعش مع اي، يبقى الوحيدة اللي تنفع هنا هي كلمة هاف، يبقى اي هاف تو هاندز. لو بصينا في نمبر 2 this already هو خلاص عرف انها مرتبطه بكلمه is، يبقى this is my arm، ويبتدي يكمل الاكسرسايز بنفس الطريقه، برضه هيثبت لنا المعلومه بطريقه كويسه جدا جدا جدا. اخر اكسرسايز دوت مبني كله على الجرامر، بيقول لي put this is او these are. طبعا هنا احنا اتفقنا ان كلمه this is بتيجي مع السنجولر المفرد، these are بتيجي مع البلورال الجمع، فده بيثبت لي الفرق ما بين الاثنين. يعني احنا لو بصينا في نمبر 1 هلاقي بعد النقط my nose، يبقى لازم الطفل يركز على الحاجة اللي هو بيتكلم عليها. nose يعني ايه؟ هو خلاص عارف ان كلمة nose يعني انف واحدة، صح كده؟ يبقى this برافو is، يبقى this is. طب لو بصينا على نمبر 3 بيقول لي my eyes، eyes يعني عينين مش عين واحدة، يبقى هنا ما ينفعش تبقى مفرد، تبقى ايه؟ بلورال جمع، يبقى هنا ما ينفعش اقول this is، لازم نستخدم these are. يكمل الاكسرسايز بنفس الطريقة، أهم حاجة يركز على الحاجة اللي هو بيتكلم عنها إذا كانت singular or plural. وبالتوفيق إن شاء الله للجميع، و good luck، حظ سعيد بالتوفيق، وان شاء الله تكون المعلومه وصلت بطريقه كويسه، ونكون وصلنا المعلومه وفهمناها كويس جدا. واي استفسار انا تحت امر حضراتكم، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، معكم مستر مصطفى محمود. زي ما وعدناكم النهارده يوم السبت
هنكمل مع بعض الريفيجن بتاعتنا، المراجعة بتاعتنا النهاردة مع جريد 1 الصف الأول، سكند ترم الترم الثاني مع يونيت 4 الوحدة الرابعة. Let's play the music. Let's play the music. هيا بنا نعزف الموسيقى. زي ما احنا شايفين ومتعودين الستبس بتاعتنا، أول حاجة الميوزيكال انسترومنتس اللي هي الآلات الموسيقية، ميوزيكال انسترومنتس، بعد كده الفوناتكس صوتيات، سينسز اللي هي الحواس اللي ربنا خلقها لنا، بعد كده الاكسرسايزز التدريبات. اول حاجه هنشوفها مع بعض الميوزيكال انسترومنتس الالات الموسيقيه، نقولها مع بعض مع الطفل بتاعنا: بيانو، درام، جيتار، تراينجل، فلوت. وهناخد معاها كلمات بنستخدمها في ترتيب الجمل بتاعتنا: كان، يستطيع، بلاي، يعزف، ذا، ال. دي بالنسبة للميوزيكال انسترومنتس بتاعتنا الآلات الموسيقية. بعد كده نبتدي نتعود على السنتنس الجملة، بحيث ان الطفل بتاعنا يقدر يكون جملة، يقدر يقرأ الجملة نفسها، يقدر يعمل بعد كده ري ارينج سبلاي تشوز، يبقى هو عارف شكل الجملة وقادر يفهم معناها. I can play دوت الأساس بتاعنا. I can play أنا بقدر أعزف. I can play the piano أنا بقدر أعزف على البيانو. I can play the drum أنا بعزف على الطبلة. I can play the guitar. I can play the flute. يبقى الأساس بتاعنا هنا I can play. I can play. بعد كده بناخد مع السنتنس الجملة question السؤال، إزاي نقدر نسأله إذا كان بيقدر يعزف الآلة الموسيقية ولا لأ، عن طريق كلمة كان. كان لما تيجي في الأول زي ما احنا شايفين ده عبارة عن question سؤال وإجابته yes أو no، وبعد كان دايما بيجي subject اللي هو الفاعل زي كلمة he she you they حسب اللي أنا بتكلم معاه أو بتكلم عنه. كان هي هل يستطيع، كان شي هل تستطيع، كان يو هل تستطيع أنت، كان ذي هل يستطيعهم. بعد كده بحط كلمة بلاي اللي هي معناها هنا يعزف، بعد كده ذا والميوزيكال انسترومنت الآلة الموسيقية. في حالة ان هو بيقدر يعزف هيقول يز، في حالة انه ما بيقدرش هيقول نو. فور اكزامبل على سبيل المثال زي ما احنا شايفين كان يو بلاي ذا فلوت، انا بسأل الطفل بتاعي كان يو بلاي ذا فلوت، هل بتقدر تعزف على الفلوت؟ لو بيقدر هيقول لي يس اي كان، لو ما بيقدرش نو اي كانت. دوت لو انا بسأل الشخصية اللي واقفة قدامي، بس انا عن حد غيره يبقى كان هي كان شي كان ذي، والإجابة برضو يس او نو. ده بالنسبة لجزئية الجرامر اللي عندنا في الوحدة ديت. بعد كده بنخش على جزئية الفوناتكس صوتيات. النهاردة بيضربني على حرف الدي، د د د، لازم نركز على المخرج بتاع الحرف مع الطفل بتاعنا بحيث انه لما يقابله في اي وقت يقدر ينطقه: د د د، دوج، د دول، د درام، د دينا. ده بالنسبة لحرف الدي. حرف الجي بننطقه ج ج، جيتار، ج ج، جيرل، ج ج، جرين، ج ج، جميلة. ده بالنسبة لجزئية الفوناتيك الصوتيات اللي كانت بتضربني على الحرف بتاع د د دي ج ج جي. بعد كده آخر جزئية عندنا جزئية السنسز اللي هي الحواس، وربنا خلق لنا 5 senses 5 حواس: hear نقدر نسمع، see يرى، smell يشم، taste يتذوق، touch يلمس. وتحت ال 5 senses الخمس حواس دول بنشوف الأورجان بتاعنا، العضو بتاعنا بتاع الجسم اللي بيقدر يقوم بالمهمة دي. يعني بالنسبة لكلمة hear يسمع، بيسمع بإيه؟ ears الأذن. سي يرى، بيرى بإيه؟ eyes العينين. smell مرتبطة بكلمة nose. بعد كده taste يتذوق، مرتبطة بكلمة tongue اللي هو اللسان. بعد كده كلمة touch يلمس، مرتبطة بhands اللي هي اليدين. وبرضو في كلمتين هنستخدمهم في السنتنس في الجملة: كلمة with معناها هنا be مش مع، بعد كده كلمة ماي لما تكون حاجة بتاعتي، طبعا أجزاء الجسم دي كلها بتاعتي. يبقى نبتدي ندرب برضو الطفل على الاكزامبلز اللي احنا شايفينها ديت.
I can hear, I can see, I can smell, I can taste, I can touch. ديت الجزئية الأساسية بتاعتنا، إن أنا بقدر أتكلم عن نفسي، أنا بقدر أسمع، بقدر أشوف، بقدر أشم. طب نفرض واحد والحمد لله الذي عافانا مثلا ما بيقدرش يشوف، يبقى يقول إيه؟ I can't see. طب أنا ما بقدرش أسمع، I can't hear. طب أنا حاسة الشم بتاعتي مش كويسة، I can't smell، وهكذا. وبعد كده نربطه بالبودي بارتس، أجزاء الجسم اللي عندنا، زي ما احنا شايفين في الاكزامبلز. I can hear، أنا بقدر أسمع. With my ears، with my ears يعني بواسطة إيه؟ أذني. I can see with my eyes، I can smell with my nose، I can taste with my tongue، I can touch with my hands. ونبتدي ندرب الطفل بتاعنا في البيت عن طريق الأغنية، يعني عن طريق أكننا بنغني أغنية. I can hear with my ears، I can see with my eyes، I can smell with my nose، وهكذا. طبعا الطفل لما بندخله الطريقة دي في وسط المذاكرة بالنسبة له بتركز أكتر، زي ما احنا فاهمين ان الطفل في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي بيعتمد على الليسننج أكتر، بس احنا طبعا مش عايزين نعتمد على كده بس. آخر جزئية عندنا الاكسرسايزز، التدريبات. اكسرسايز 1، لوك اند رايت، هيبص للشكل اللي قدامه ويكتب كلمته، زي كلمه درام، زي كلمه فلوت، وهكذا. بعد كده السبلاي، سبلاي ذا ميسنج ليترز، كمل الحروف الناقصه. بعد ما يحفظ الكلمات كويس يبتدي يحط الميسنج ليترز بتاعته، الحروف الناقصه اللي موجوده، زي مثلا كلمه درام اللي ناقصه اليو والام، زي كلمه فلوت اليو والاي، وهكذا. بعد كده اكسرسايز 3 اللي هو الماتش، بيبتدي يقرا الكلمه ويوصلها بالشكل بتاعها، زي كلمه درام اللي هي الطبله، يبقى يوصلها بالطبله. اكسرسايز 4 ده المهم بالنسبه لي جدا، لان احنا قلنا قبل كده الطفل بيتعود على السيف ذا ووردز بس، يحفظ الكلمه بس، لكن ما بيقدرش بعد كده يرتب جمله يكتب جمله. دي اهم اكسرسايز عندنا في جريد 1 وجريد 2 وجريد 3، لان ده الاساس اللي احنا بنمشي عليه بعد كده، لان احنا زي ما قلنا معظم اولياء الامور بعد كده بيقابلهم مشكله في ترتيب الجمله نفسها مع الطفل. لو احنا شفنا مع بعض I play piano، can the، خلاص هو الطفل اتعود I can play، I can hear، I can see، ويكمل البيت اللي موجود يبقى I can play the piano. لو بصينا مثلا في نمبر 6 I hear my can with ears، هو خلاص اوريدي الاساس بتاعه موجود اللي هو I can hear، انا بقدر اسمع. طب بتسمع بايه؟ with my ears، باذني. نمبر 11 ونمبر 12 بيضربني على question اللي هو السؤال. you the piano can play، يبقى can you، وبعد كده play the piano. برضو exercise 4 مهم جدا، السبلاي بيأكد عليا نقطة الجرامر، بيأكد عليا جزئية ان الطفل ازاي يقدر يكمل الجملة، زي نمبر 1 جيب لي كان اي ذا بلاي درام، بيقول لي حط كل كلمه في مكانها المناسب. نمبر 1 اي كان بلاي نقط فلوت، هو خلاص الطفل اتعود اي كان بلاي ذا فلوت، يبقى حط ذا هنا. بالنسبه للجزئيه الاخيره اللي تحت ايرز ايز نوز تانج هاندز، هو هنا بيدرب الطفل ازاي ياكد معلومه هو بيسمع بايه، بيشوف بايه، بيتذوق بايه. زي نمبر 1 اي كان سميل، سميل يعني يشم. طب انت بتشم بايه؟ بالنوز، يبقى I can smell with my nose. ودي كانت آخر حاجة معنا النهاردة. لو في أي استفسار أو أي كومنت أنا تحت أمر حضراتكم، يا رب تكون المعلومة وصلت بطريقة كويسة، وما تنسوش الدعاء إن شاء الله لينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، معكم مستر مصطفى محمود، وإن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض ريفيجن المراجعة بتاعتنا على جريد 1 الصف الأول. النهاردة معادنا مع يونيت 5 الوحدة الخامسة، التايتل بتاعها It's my birthday، عيد ميلادي. الستبس اللي احنا هنمشي عليها النهاردة، أول حاجة هنعمل ريفيجن على النمبرز الأرقام، بعد كده الفوناتكس الصوتيات، كولرز الألوان، وآخر خطوة مع بعض الإكسرسايز التدريبات. النمبرز طبعا احنا أطفالنا حافظينها، بس حافظنا اورال، نبتدي ندربهم على الرايتنج كتابة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مع النمبرز بتاعتنا في اليونت بتاعتنا ماي بيرث داي، عيد ميلادي.
بيبتدي يضربني ازاي how to ask about age، ازاي اسأل عن العمر او السن. زي ما احنا شايفين بنستخدم كلمة how old، how old يعني كم عمر. بيجي معاها is او are، is لو انا بسأل عن شخصية تانية سواء كان ولد يبقى هي، بنت يبقى شي، يبقى how old is he، how old is she. لو انا بسألك انت او بسأل الشخصية اللي واقفة قدامي يبقى بستخدم كلمة are you، لو بسأل على مجموعة تانية يبقى are they، يبقى how old are you، how old are they. بعد كده بناخد examples، امثلة زي اللي احنا شايفينها دلوقتي، how old are you، لما اكون بسأل الشخصية اللي واقفة قدامي. الرد عليها طبعا زي ما احنا متعودين او بنعلم اطفالنا ان كلمة are you تتحول ل I am 5 years old، years old سنوات، يبقى I am 5 years old انا عندي 5 سنوات. ده لو بسأل الشخصية اللي واقفة قدامي. لو بسأل عن ولد او عن راجل او عن المدرس بتاعي يبقى how old is، ممكن تبقى how old is he، how old is your brother، how old is احمد. الاجابة في الثلاث حالات بتبتدي بكلمة he، لان انا بستخدم كلمة هي في السؤال، ممكن اعوض عن البرازر بهي، ممكن اعوض عن احمد بهي. يبقى هي is 1 year old او هي is 2 years old. لو بسأل على شخصية فيميل انثى يبقى how old is she او your sister او هند، يبقى الاجابة بتاعتي she is، بعد كده العمر 10 years old. لو بسأل عن مجموعة يبقى how old are they او how old are احمد and يارا، علي and يارا، طبعا يارا وعلي 2، يبقى بستخدم معهم كلمة are. وفي كلتا الحالتين بنقول they are، بعد كده بحط السن بتاعي اللي هو 8 years old، يبقى they are 8 years old. الامبورتنت بوينتس اللي احنا بنتعلمها من هنا، ان اول حاجة كلمة are you بتتحول ل I am. تاني نقطة، لو هي سنة واحدة عمره سنة واحدة يبقى 1، ولاقي كلمة year نازلة year زي ما هي. أكتر من سنة 2 3 4 any number أي رقم يبقى years، يبقى لما يقول 1 يبقى 1 year، أكتر من 1 يبقى years. ده بالنسبة لجزئية النمبرز الأرقام و how to ask the age. بعد كده جزئية الفوناتكس، النهاردة بيضربني على حرف السي، والسي القاعدة العامة بتاعته بننطقه ك ك، زي ك كات، كي كيك، كو كارد، ك كاندل، ك كار، يبقى السي بننطقها ك ك ك. بعد كده حرف الاو بننطقه او او، زي اورانج اورانج، اوي اويل، او اوليفز، او اوفيس، او اوكس. دي بالنسبة لجزئية الفوناتكس، كان بيدربني على حرف السي اللي احنا بننطقه ك ك، وحرف الاو او. بعد كده الكالرز، الالوان، الالوان اللي عندنا في اليونت بتاعتنا هما السكس بيزك كالرز، الست الوان الاساسيين اللي هما وايت، بلاك، ريد، يلو، جرين، بلو. نزود عليهم انذر سكس كالرز، ست الوان اخرين، اورانج، اورينج، براون، بينك، بيربل، جراي، بيج. بعد كده ناخد امبورتنت بوين، نقطة مهمة، ان طول ما احنا عندنا كولرز الوان بتحط قبل الناونز الاسماء، بس لو هو حاجة واحدة بنقول a and the. For example I have a red pen، I have a red pen انا معايا قلم احمر، I have an orange shirt انا عندي قميص اورانج، I saw the yellow car انا شفت العربية الصفراء. هنلاحظ ان في اول واحدة حطينا A وفي تاني واحدة N، لان كلمة orange اصلا اولها حرف متحرك اللي هو حرف ال O، عشان كده استخدمنا N. دي كانت اخر جزئية مع colors. بعد كده الاكسرسايز التدريبات، طبعا الطفل الصغير بنبتدي نعرفه على الكلمات والاشكال. زي ما احنا شايفين اكسرسايز 1 look and write، بيبص للصورة اللي قدامه ويبتدي يكتب الكلمة بتاعتها. بعد كده exercise 2 عبارة عن supply، نبتدي نكتب له الكلمات ونفرغ منها الحروف، بتعودني على شكل الكلمة ونطق الكلمة، زي 1 2 الأرقام بتاعتنا، زي كلمة كيك، كلمة كارد، طبعا الكلام ده بعد ما بيحفظ الكلمات اللي هو خدها. ده بالنسبة exercise 2 اللي هو supply.
بعد كده اكسرسايز 3 ماتش مطلوب منه يقرا الكلمه ده طبعا بيضربني على القراءه جدا جدا. بيقرا الكلمه وبيوصلها بالرقم بتاعها بالنسبه للنمبرز يعني 1 يوصل نمبر 1 3 يوصل نمبر 3 فبالتالي بيدربوا على النطق بتاع الكلمه وبيدربوا على الشكل بتاع النمبر نفسه. نفس الكلام في الماتش برضو بنبتدي ندي للطفل بتاعنا كلمات مختلفة ويبتدي يوصلها بالأشكال ك ك ك نركز على النطق بتاع المخارج بتاع الحروف ك كات او اوكس ك كار او اورانج ك ك يبتدي يعمل ماتش للكلمة بالصورة بتاعتها. بعد كده اكسرسايز فور ري ارينج الترتيب ده مهم جدا لان الطفل الصغير مش متعود عليه اصلا فاحنا بنعوده عليه. Are you how old؟ طبعا هو خلاص عارف ان انا لما باجي اسال عن السن بقول how old هيتفضل لي are you. بعد كده في نمبر 6 بيدربنا على الجرامر اللي احنا خدناه جزئيه اللي هي colors الالوان بلو شيرت اي هاف ا طبعا اي انا هاف املك يبقى اي هاف هيتفضل لي بلو شيرت ا احنا خلاص خدنا القاعده بتاعتها ا وبعد كده color بعد كده النون يبقى ا بلو شيرت. ودي كانت اخر جزئيه مع بعضينا اللي هي جزئيه الاكسرسايزز وان شاء الله تكون المعلومه وصلت لنا بطريقه كويسه. لو في اي كومنت اي استفسار على اي حاجه انا تحت امر حضراتكم وبالتوفيق لولادنا وللجميع ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم الصلاه والسلام على رسول الله معكم مستر مصطفى وان شاء الله النهارده مع بعض مكملين مع بعض الريفيجن على جريد 1 الصف الاول الفيرست ترم الترم الاول والنهارده معادنا مع يونت 6 الوحده السادسه التايتل بتاعها with my family مع عائلتي والستبس الخطوات اللي احنا هنمشي عليها النهارده الفاميلي ممبرز الفاميلي ممبرز اللي افراد العائله جرامر جرامر القواعد النحويه بولايت سبيكينج الكلام بطريقه مهذبه الفونكس الصوتيات الاكسرسايزز التدريبات. زي ما احنا شايفين الفاميلي ممبرز افراد العائله بس النهارده هناخدها بتوسع شويه بحيث ان الطفل بتاعنا يبقى عارف كل افراد العيله او معظم افراد العيله اللي موجوده عنده جراند فادر جراند فادر جراند بو جراند بو جراند داد جراند داد والثلاثه بمعنى جد جراند مذر جراند مذر جراند مو جراند مو جراند مام جراند مام والتلاتة بمعنى جدة father father dad dad ba ba التلاتة بمعنى أب mother mother mom mom ma والتلاتة بمعنى أم. بعد كده brother brother sister sister uncle uncle aunt aunt cousin cousin son son daughter daughter nephew nephew niece niece ودي كانت الفاميلي ممبرز بتاعتنا. بعد كده في كلمات مرتبطة بالجرامر بتاعنا النهاردة كلمة who who بمعنى من this this that that these these those those ديت كانت الفوكاب بتاعنا معنى الكلمات. الجرامر بتاعنا النهارده بيقول لي to ask about people to ask about people لما تيجي تسأل عن الأشخاص بتستخدم كلمة who who بمعنى من. يبقى احنا بنتعلم النهارده ان كلمة who معناها من بتسأل عن people الأشخاص. بعد كلمة who بيجي كلمة is أو are حسب اللي انا بسأل عنه. دلوقتي واحد ماشي في الشارع معاه شخصية واحدة ماشية جنبه يبقى who is this أو who is that who is he who is she حسب الشخصية اللي ماشية معاه. طبعا احنا عارفين كلمة this وكلمة that الاتنين بنستخدمهم مع الميل والفيميل المذكر والمؤنث لكن لو انا حبيت احدد شوية تبقى الموضوع سبيسيفيك عندي يبقى هي او شي. لما يكون اكتر من شخصية ماشية معاه يبقى نبتدي نستخدم كلمة are يجي برضو معها this او those او they. ده بالنسبة للكويستشن بتاعنا. بالنسبة للانسر الاجابة
this أو that حسب اللي موجود في السؤال، وممكن استخدم he أو she حسب الشخصية اللي أنا بتكلم عنها. بعد كده is لأن هي المرتبطة بالسنجولر المفرد. بعد كده كلمة my لأن أنا بتكلم على الفاميلي ممبرز بتوعي، أفراد العائلة بتاعتي، يبقى هستخدم my لأن هم بتوعي أنا. بعد كده these أو those لو أكتر من شخصية، وممكن أعوض عنهم بكلمة they، وطبعا دولت بلورال جمع، يبقى هستخدم معهم كلمة are وبعد كده كلمة my. For example على سبيل المثال who is this أو who is he، مين دوت. This is my father أو he is my father. Who is this أو who is she، من تكون من دي. This is my mother أو she is my mother. طب أكتر شخصية ماشيين معاه، يبقى who are these who are those أو who are they. والإجابة زي ما احنا شايفين these are those are they are my brothers my sisters my mom and dad my cousins، حسب الشخصية اللي ماشية جنبه. ده بالنسبة للجرامر بتاعنا. بعد كده دخلنا نقطة اسمها البولايت سبيكينج، ازاي نتكلم بطريقة مهذبة. عايز اتكلم مع ماما اقول لها بليز، عايز اشكرها على حاجة هي عملتها معايا اقول لها ثانك يو. طبعا عايز ارد على واحد قال لي شكرني وقال لي ثانك يو اقول له ويلكم. زي ما احنا شايفين الاكزامبل اللي قدامنا بيقول لي بليز هاف سام تي ماذر، اشربي شوية شاي يا ماما. قالت له ثانك يو هاني ثانك يو هاني، شكرا يا هاني. قال لها ويلكم مام ويلكم مام، وممكن اقول لها يور ويلكم. دي كانت جزئية البولايت سبيكينج. بعد كده اخر جزئية عندنا جزئية الفونكس صوتيات. النهاردة بيضربني على حرف الاف، ف ف ف فلاج فلاج، فا فاذر فاذر، ف ف فاميلي فاميلي. والناحية التانية حرف التي اللي احنا بننطقه ت ت تي تي، تلفزيون تلفزيون، تري تري. ودي كانت اخر جزئيه في الاكسبلينينج بتاعنا، جزئيه الفونكس والفرق ما بين الف ت ت. اخر جزئيه عندنا جزئيه الاكسرسايزز، اكسرسايز 1 لوك اند رايت. نقدر نتعامل مع الطفل بالطريقه اللي احنا شايفينها، وانا بتعود دايما ادي لولي الامر ان هو اكسرسايز ممكن يقوم بيها في البيت، بحيث ان هو يثبت المعلومه في دماغ ابنه ويعرف يذاكر معاه كويس. زي اكسرسايز 1 لوك اند رايت، انظر واكتب، بكتب له كلمات عربيك بالعربي، وهو طبعا بعد ما يحفظ الكلمات يبتدي ينزل بالكلمات اللي هو حفظها. بعد كده اكسرسايز 2 بيثبت الكلمات اللي هو حفظها، عباره عن سبلاي، بفرغ له كلمه من الحروف واقول له سبلاي ذا ميسنج ليترز، اكمل الحروف الناقصه حسب حفظه للكلمه. زي مثلا اقول كلمه كلمه فا فا، مي مي، لي لي، فاميلي فاميلي، جراند فاذر جراند ماذر، ونكمل الاكسرسايز بنفس الطريقه دي. بعد كده اكسرسايز 3 ري ارينج، ترتيب مبني على الجرامر اللي احنا خدناه. فاول واحده جايب لي هو ذس از، احنا خلاص العيل الولد بتاعنا او البنت اتعودت ان بعد كلمه هو بيجي از او ار، يبقى هو از ويتفضل لنا كلمه ذس. نمبر 2 ذس ماي از جراند فاذر، هو خلاص اتعود في الإجابة إن هو يقول this is أو that is أو these are أو those are أو he is أو she is أو they are. يبقى أصبح هو عارف إن ببتدي بالفاعل أو أداة الإشارة، وبعد كده كلمة is أو are، وفي الآخر يتفضل لي my لما يكون حاجة بتاعتي، grandfather جدي يبقى my grandfather يبقى جدي، يبقى this is my grandfather. كمل الاكسرسايز بنفس الطريقة. بعد كده ماتش نفس الكلام، هو خلاص الطفل اتعود ان هو بيسأل، يبقى الناحية التانية هيدور على علامة الاستفهام اللي هي question mark زي كلمة is this، يبقى هيعمل ماتش توصيل ويقول who is this. بعد كده اخر اكسرسايز عندنا اكسرسايز 5 عبارة عن ماتش برضو، بيدربني على الفونكس اللي احنا خدناها. طبعا دي اهم حاجة فيه ان هو يقرأ الكلمة نفسها، ف ف ف فلا فلاج، تي تي تي، ف
family ت ت television تر تر tree. يبتدي يقرأ الكلمات ويوصلها بالشكل بتاعها. ودي كانت آخر حاجة مع بعض النهاردة، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله، وأنا تحت أمركم في أي وقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.